اهلا وسهلا الغزاله ديالي، كي دايرين لاباس عليكم؟ اموركم هانيه، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم حتى نعس صافي، ما كنت غنصور ما شي حاجه، هي بلاصتي هي مليتي، باقا كتسمع فيكم هنايا مورايا. صافي تنعست وانا نوض، قلت لها علاش ما تصوريش هذا الفيديو هذا، بحكم انني خديت واحد الحاجات اللي عجبوني بزاف وقلت علاش لا ما نبارطاجيهم معكم. بعد اول حاجه ما تديوش على شعري، راه كيف كنت متكيه وانا نوض هانتوما. الحاله ديال اليوم ما تشوش فيها نهائيا لا حوايجي لا شعري لا حتى شي حاجه. كاسكول ديال ماما هنا درتو عليا حيت شويه ديال البرد وصافي، وجيت باش نصور لكم هذا الفيديو هذا. المهم خرجت انا وماما اليوم، خرجت اليوم وانا كنلقى واحد الهميزه، ها هما غادي نوريهم لكم دابا. هاد الهميزه هادو عجبوني بزاف بزاف البنات، والله فرحت بهم بزاف وقلت علاش لا ما نبارطاجيهمش معكم. وفي نفس الوقت انا اصلا علاش خارجه اصلا هاد الاشياء هادي، علاش خرجت باش نشري لكم كادوات. هاد الكادوات هادو غيكونوا خاصين بالبنات اللي كياخذوا من عندي الحصه الصحراويه. المهم انتم هاد الساشيه هادي عامره بالكادوات، كنهضر شويه نهار الليل وكلشي ناعس. كيف ما قلت لكم هاد الساشيه هادي عامره بالكادوات. المهم خديت غير القياس وصافي، ماشي بزاف، وكل مره يعني فاش يتسالى هادشي غادي نبدا نعاود ناخذ، وكل مره شنو غادي ناخذ. يعني هنايا بزاف ديال الحوايج، هنايا كوره، مرطيبات، مرتبات ديال اليدين، صابونات، مهم بزاف ديال الحاجات. غتقولوا لي بأين مناسبه دايره هاد الكادوات هادو، بعدا شوفوا واحد الحاجه نقولها لكم. هاد الكادوات هادو البنات قسما بالله العلي العظيم راه من مالي الخاص، راه ماشي نتوما اللي غتخلصوهم ولا مدخلاهم في الثمن ديال الحصه ولا غيرت الثمن ديال الحصه، لا الثمن ديال الحصه راه باقي كيف ما هو. هادو البنات بمناسبه انني كنبغيكم بزاف، وبمناسبه السنه الجديده اللي ما بقى ليها والو، قلت علاش لا ماشي نغير في الحصه، نزيد شي حاجه مع الحصه. اشنو غادي نزيد؟ بقيت كنفكر قلت علاش لا ما صيفطش للمتتبعات ديالي اللي كيكومونديو عليا الحصه. المهم اي وحده كوموندات نص كيلو ولا جوج كيلو ولا شوف انتيا شحال باغا كنصيفط لك كادو. بالنسبه للبنات اللي كيكومونديو مثلا جوج كيلو كنصيفط لهم جوج كادوات، فهمتوني؟ المهم البنات كنبغي نقول لكم باللي هاد الكادوات راه من القلب الخالص، يعني اي وحده كتكوموندي الحصه غادي تبقى تلقى الكادو ديالها من عندي انا، وخا شي حاجه اللي بسيطه ولكن كتبقى سوفونير بالنسبه ليك انتيا، وكيبقى واحد لوجيست مني انا اللي درتو معاك زوين، لانني كنبغيك وكنموت عليك وكنموت عليكم كاملين 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 البنات. وما كرهت انني نصيفط كادوات للمتتبعات ديالي كاملين، ولكن الله غالب ما يمكنش راكم عارفين. فهاد الكادوات هادو كيما قلت لكم راه جبت دابا غير شي شويه، ماشي شويه ما هنايا بزاف، ولكن المهم فاش تسالوا لي غادي نعاود نخرج وعاوتاني غادي نعاود ناخذ حاجه وناخذ عاوتاني كادوات جديده وكادوات متنوعه. يعني ما كاينش هنايا غير كره مثلا اولا غير مرطبات، ولا كاينين بزاف ديال الحوايج، وراه يعني شي حاجه اللي بسيطه ماشي شي حاجه اللي غاليه، لان على قد المستطاع ديالي بغيت انني ندير لكم واحد الكادو باش يبقى عندكم سوفونير وصافي مع الحصه. اي فوالا، بالنسبه لهذا الشيء اللي كاين هنا ما غاديش نوريه لكم حتى توصلك للحصه ديالك، ديك الساعه عاد غادي تشوفي اشنو جاك بالكادو ديالك. دابا انا ملي غتكوموندي عليا الحصه نمشي نهز شي حاجه بحال هكا ونديرها لك مع الحصه ديالك، وانت عندك الحصه وانت عندك كادو مني انا ليك، وكنبغيكم بزاف. المهم دابا باش ما نطولش عليكم بزاف، وانا كناخذ هذا الشيء انا وماما، ومهم شينا درنا راكم عارفين ماما كتموت على جوج طيام، فينا جوج طيام، وانا راجعي للدار صافي. وانا كنتلاقى مع واحد البنت صاحبه ماما ومتتبعه ديالي في نفس الوقت، كنقول لك شكرا اللي كنتي كتشوفيني من هذا الفيديو هذا، قلت لها كنتفرج الفيديوهات ديالك كاملين. المهم تلاقينا وقالت لي شوفي رشيده خديت هذا البراسلي هذا واش عجبك؟ قلت لها زوين واعر، شحال باش خديتيه؟ منين خديتيه؟ راكم عارفين الهضره ديال البنات. قالت لي ها منين؟ ها هو مول الطبله هنايا، وانا داك مول الطبله كنت شايفاه، ولكن هذا الشيء بالضبط اللي غادي نوريكم كيدير مثلا 100 درهم 130 درهم، انا ما كنش كيحسبني داير له هذاك الثمن. الا قلت لكم الثمن بزاف يعني بابور الكاليتي وال الجماليه ديال هذا الشيء، الا قلت لكم الثمن غادي تصدموا. قالت لي شحال شحال داير اليوم؟ وقالت لي سيري دغيا تاخذي الا بغيتي تاخذي. مشيت انا وماما كنت عواله ناخذ حاجه ولا جوج وصافي، صدقت خاديه بزاف ديال الحاجات. المهم باش ما نطولش عليكم بزاف غادي نوريكم اول حاجه، بلاتي نوريكم هذا خداتو ماما اون فوا شفتو طارت عليه. المهم عارفه بلي ما غاديش يبان لكم هكا، على داكشي غنخلي لكم تصويره وفيديو في نفس الوقت باش تشوفوهم مزيان. هانتوما شوفوا معايا هاد البراسلي هذا هو والخاتم ديالو، وهادو البنات راه الجوده ديالهم زوينه ما كيكشفوا ما حتى حاجه، هادو كيوصلوا حتى ل 130 140 درهم كاع الا كانوا مرخصين ليهم، حتى لحد تيكونوا 110 درهم 120 درهم. البراسلي والخاتم ديالو
ب 30 درهم. تصوري معايا هاد الجمال، 30 درهم عاسي ديري هكا تمشي به الخدمه ولا لشي عرس ولا عصور كيما بحال الذهب، بحال الذهب نيش. نشوفوا البنات واعرين والحجرات ديالو واعرين، حتى حجره ما طايره عطورة ما يمكنش ما يمكنش. نقول لكم بعد علاش دار ليهم هاد الثمن هذا، حيت الدري مسكين الله يسهل عليه باقي صغير وراه يكون عنده شي 23 24 عام، خرجوا ليه الوراق ديالو غادي يمشي للخارج، هو ديجا كان كيبيع ويشري في هذا الشيء، وملي خرجوا له ورقاته صافي رخص كل شيء غير باش يتفك من السلعه ويمشي بحالاته والله يسهل عليه ان شاء الله. المهم انتم شوفوا واحد الدري ظريف الله يعمرها دار، شفتوا البنات واعرين 30 درهم. دابا انا عارفه كما تقولوا لي فين جا هذا، ولكن راه الدري صافي الطبله كانت عنده خاوه عصور داك الشيء طار، راه انا مشيت في الاخر ما لقيت حتى شي حاجه، هذا الشيء اللي لقيت هو اللي هزيت، ومن حسن الحظ انه كان عنده داك الشيء زوين، يعني اي حاجه حطيتيها عليها يدك كتلقايها زوينه. 30 درهم البنات عطوره شي حاجه خياليه وحق الله. كاين هذا براسلي مع الخاتم ديالو، حتى هادو البنات كيحمقوا، هادو كنت كنشوفهم في الصفحات كيتباعوا وكيوصلوا حتى ل 150 درهم. خديتهم يمكن حتى هما ب 30 درهم، ما عرفتش 30 ولا 20 درهم. ها نتوما غنخلي لكم كلشي تشوفوه هنايا، حيت هكا راه ما غاديش يبان لكم. عرفتوا البنات واعرين 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 كيحمقوا ولا غلطه، وهادو بالخصوص البنات راه ما كيكشفوش، واخدينهم بزاف ديال البنات كنعرفهم ما كيكشفوا ليهم ما حتى حاجه، صبني بيهم غسلي بيهم الماء توضي بيهم المهم كلشي، المهم راه ما كيكشفوش البنات. عرفتوا راه عرفتي تصدمت وحق الله فاش لقيتهم بهذا الثمن، قلت ويلي ويلي راه ما يمكنش. شوفوا معايا هاد البراسلي هذا واعر، هذا عاوتاني هذا كان ب 20 درهم. انا بعدا كنحماق على هذا الشيء، شكون لي بحالي خصوصا في الصيف باقي في البرد، انا ما كنديرش هذا الشيء بزاف في البرد، كندير خويت مات حوي لقات واخا، ولكن فاش كيكون داك البرد قارس بحال دابا كنتكبط كنلبس شي حاجه بحال هكا ما كندير لا مكانه ما كندير لا براسلي لا حتى شي حاجه، هذا الشيء كنخليه للصيف. كتكوني لابسه هكا خفيفه كسيوه سريويل هكا داك الشيء زوين ليدين هكا عريانين، وكديري هذا الشيء كيجي زويون، اما في البرد ما كنديرهمش بزاف باش ما نكذبش عليكم. دابا هادو غادي نخبيهم حتى يبدا يسخن شي شويه الحال، وديك الساعه غادي نديرهم. كاينه هاد الخاتم هادي ها هي، غادي نخلي لكم هنايا دايرها في الزرق، هادي حمقاتني زوينه بزاف وخفيفه خفيفه، هادي بخمسة دراهم البنات ها هي خمسة دراهم، لا غلى على مسكينه عطيه البنات والله الا تصدمت فاش زعما. وشكرا لديك البنت اللي قالت لي سيري راه مرخص، شكرا ليها بزاف والله. خديت هذا ما عرفتش كيبان لكم، عرفتوا راه كيبان نقره كيبان نقره نيشان عرفتي، دابا الا شافوا شي واحد بحال هكا ما يحسبوه نقره. وخديت معاه هذا الخاتم بخمسة دراهم، هذا بعشرين درهم، بعشرين درهم هذا، وهذا بخمسة دراهم، خاتم بخمسة دراهم ما كاشف ما حتى شي حاجه بنتي، لا لا مشي تشوفي هادي هانتوما ما كاشف ما طايره له حجره ما حتى شي حاجه. المهم خديت بعدا فاش خديت هادي في الاول وبقيت كنقلب على حاجه داير بلاصه البراسليات بوحدهم والخواتم بوحدهم، مشيت كنقلب على خاتم اللي غادي يوالمو هو يقول لي انت مطوره. قال لصاحبو شوف شنو شنو شنو, شنو لقيت، بقاو كيضحكوا صاحبو قال لي انت مطوره قال له شنو. المهم راه كيتشابهو تقريبا ما كيتشابهوش 100% واحد 80%. كاين هذا في هذا اللون هذا النحاسي كنظن، ها هو البنات هذا خطير واعر زوين بزاف، شوفوا معايا كيحمق. وبالنسبه لهذا اللي كنت وريتكم في الاول راه فيه هنايا هذه الخميسه ها هي، هذا ما فيش الخميسه هذا النحاسي هذا 20 درهم. بالنسبه لهادي هادي حتى هي 20 درهم وحتى هي واعره بزاف هانتوما البنات، وغليظه عرفتي ديريها غير بوحدها ولا ديريها مع شي سويعه عندك في هذا اللون هذا عرفتو راه كتبان كتحمق. وفي الحقيقه الصراحه في الحقيقه بالعين المجرده ماشي هي الكاميرا، راه الكاميرا ما عطياش حقها نهائيا. شفتوا البنات عرفتو هادي 20 درهم. كاين هذا البنات هذا خلخال كنظن هذا خلخال، المهم انا جبته على اساس انه براسلي، ممكن نديرو حتى براسلي ماشي مشكل، ولكن غالبا هذا كنظن انه خلخال. المهم خليو لي الراي ديالكم هذا واش خلخال ولا ماشي خلخال،
انا اصلا ما كنديرش الخلخال غير مع التشيعات ولا نقدر نديرو، اما كنديرو نخرج بيه لا، عمري ما درتها وما كنظنش نديرها شي نهار. ولكن زوين هذا مع 20 درهم، 20 درهم، كلشي 20 درهم، الا داك لونسومبل الاول والثاني اللي وريتكم هذاك ديال ماما، وهذا هذا هو الخاتم ديالو وهذا هو الخاتم ديالو، كانوا دايرين 30 درهم. اما الشيء الاخر كلشي ب20 درهم، والخواتم كانوا ب5 دراهم. فوالا وخديت جوج قراصات، هذا الاول في الذهبي ب5 دراهم، وهذا حتى هو في النقري هذا 5 دراهم. هانتوما زوينين بزاف بزاف، ديرو هكا في الشعر ديالك تلقي وديريه هنايا ولا مهم. غادي نوريكم دابا البنات هاد البراسليات، هادو هما والخواتم ديالهم، هادو كنت كنديرهم الا تعقلوا عليهم كنديرهم بزاف في الفيديوهات، وبزاف ديال البنات كانوا كيسولوني عليهم. هادو البنات راه بعدا هادو كان كيبيعوا في حالهم خاتم وحده داير ليها 5 دراهم، كتكشف ولا ما كتكشفش الله اعلم. المهم بالنسبه لهادو انا خديتهم ب100 درهم من نادور من ولاد ميمون، كانوا تماك ب100 درهم، 100 درهم، اش 100 درهم ولا 80 درهم، لا لا 100 درهم، 100 درهم. هانتوما ثلاثه، كاين النقري وكاين الذهبي وكاين النحاسي، وبالنسبه للخواتم عاوتاني كذلك النقري والذهبي والنحاسي، حتى هادو واعرين زوينين ما كيكشفو، كنغسل بهم المعن وكلشي. دابا راني حطيتهم درتهم في هاد البواطه هادي وحطيتهم، حيت انا كيف ما قلت لكم في البرد يدي كتبرد ليا بزاف، ما كنقدرش ندير هادشي، على داكشي كنخلي هادشي حتى الصيف عاد كنديرو. هادو كانوا ب100 درهم. ايوا صافي. وبالنسبه لهذيك الصابونه ديال الحجبه اللي كنت وريتكم هذيك النهار في الفيديو، ما عرفت كيفاش وقع ليا وتا ما وريتهاش لكم مزيان، بقيت كنهضر عليها غير هاكم وما وريتهاش لكم. المهم غادي نوريها لكم، علاش ما وريتها لكمش اصلا؟ حيت معروفه هذه، وانا كنت كيحسبني بزاف ديال البنات عارفينها، ساعات تقول بزاف ديال البنات اول مره كيشوفوها عندي في الفيديو، واخا راه معروفه هذه ديال كيس بيوتي، كتجي معاها شيته بحال هذه، بعد هاد الشويته هذه ما تعولوش عليها نهائيا، حيت اش نتوما شوفوا كتحيد من بلاصتها حتى في الشده كتعذبك. المهم بالنسبه لهاد الصابونه هادي، هي راه كتجي بحال هكا، كتحل بحال هكا، راه فيها هنايا واحد الصابونه شفافه، ما عرفتش كتحيد ولا هي تحيدات، ها هي شفتوها بلاتي، ها هي. هذا البنات خطيره بزاف بزاف، انا كان عندي مشكل مع حجباني، مع اصلا عندي حجبان هذا عوج شويه، كان عندي واحد المشكل كبير، كتشدي واحد البخاخ كديري فيه الماء ولا يكون عندك الماء ورد ولا كديري غير سوطه صافي، ها هي طاحت. انا داكشي قلت لكم البنات هذه ضروري كتشريوها ولا تكون عندكم في الدار ولا، المهم هذه ديالها ما تعولوش عليها صافي، ملي كتفزقيها واحد شويه وكتبقاي ديري بحال هكا وكتطلعي حجبانك مزيان، خصني نوض ندير فيه واحد شويه ديال الماء، وغادي نرجع معاكم وغادي نوريكم كيفاش كيتثبت الحجبان. من بعد ما رشيت عليه واحد شويه ديال الماء، هيبان ليكم هنا شويه فازق بحال هكا، وكتبقاو كتثبتوا الحجبان ديالكم مزيان بحال هكا. هذا بالنسبه للبنات اللي عندهم الحجبان غلاظ بحال ديالي وكتاف، هذا غادي يهنيكم. البنات اللي ما كيبغوش يعمروا حجبانهم وكيبغيو في نفس الوقت انهم يعطيوهم واحد الفورمه اللي زوينه، هذا خطير، والنهار كامل كيبقى شاد النهار كامل. الشتا ما معاونانيش البنات، عوجه عندي واحدة اخرى ولكن عجزت نوض نقلب عليها. فوالا المهم ما يخلعوكمش الحجبان ديالي، حيت فريمون عندي حجبان تبارك الله بيضا غلا طوال، فما يخلعوكمش. دابا نتوما البنات عرفتو هكا صافي لصقو، كنحس بيهم صافي متبتين، شفتو؟ دابا شنو كيبقى؟ كيخصنا نهبطو هادو، هانتوما شفتو راه واخا كنهبطهم شفتو شحال لاصقين، صافي كنهبطهم غير شي شويه بحال هكا فوالا،
هانتوما شفتوا الفرقة البنات؟ هانتو الصراحة زوينة بزاف. صافي وكتمشطو عاوتاني اخرى. دابا انا واقيلا بلا ما مشطها حيت غنسالي معاكم فيديو هنا وغادي نمشي نغسل الوجهي ونمونطي لكم هذا الفيديو هذا باش نحطو. اي فوالا صافي هادشي اللي كاين. وبالنسبه للبنات اللي غادي يوصلهم كادو مع اللحفه كنقول لكم بالصحه والراحه. هاد الكادو هذا والله العظيم اذا من القلب بحال اللي كنصيفطو لاختي ولا كنصيفطو لشي واحد عزيز عليا حيت فريمون نتوما عزاز عليا بزاف. عاشورا واكلي نيدي باش نوريكم شنو كاين هنايا ولكن لا من الاحسن بلا ما نوري. بغيت نقول لكم هنا عكوره عكوره اللي زوينين اختاريت لكم البنات عكوره زوينين ماشي شي عكر اللي اللون ديالو ماشي هو هذاك ولا. اختاريت عكوره نيود اختاريت الاحمر اختاريت القهوي قرونة مهم الالوان اللي كيداروا بشكل اللي هو يومي باش ماشي مثلا شي وحده ناخذ لها شي عكر اللي هو غوز بزاف تبان بحال باربي ما ديروش كلوحو لا كنحاول انني نختار داكشي اللي داكشي اللي نقدر نديرو انا في حياتي اليوميه اختاريته لكم نتوما وما تديوش على حجباني عفاكم. بعدا نوريكم غير من الفوق. هانتوما هانتوما العكوره هانتوما العكوره يا خيتي بالصحه والراحه. عرفتوا هذا اللون ديالو خطير نوريكم هذا اصلا هو اللون ديالو باين نوريكم هذا ماشي مشكل نوريكم هذا هانتوما صورت توصلك اللحسه يوصلك معها هاد العكير. او ماي جاد شوفوا اللون شوفوا اللون شوفوا اللون نجربوا. لا لا حشومه ما نجربوش ولكن هاد اللون ديجا كان عندي واعر بزاف واعر البنات. هاد اللون هذا خطير فاش كيدار لا سواء في العراس او لا في الخدمه ولا خارجه ولا غادي تساري هذا خطير 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 بزاف. بغيت نجربو ولكن لا 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 حشومه وي نجرب ديال الناس. هانتوما عكر شو كاين كاين مرطبات ديال الشفاي نوريكم هذا انا بقيت هنا غادي نوريكم كلشي معليش نوريكم هذا هذا اخر حاجه المهم راه تما بزاف ديال الحوايج ولكن هذا اخر حاجه تما مرطبات ديال اليدين. شوفوا معايا هذا شوفوا هذا شحال زوين هذا شنو هو هذا مرطب وفي نفس الوقت كيعطيك واحد اللوين خفيف وزوين. هانتوما راه كيتحل بحال هكا شوفوا معايا شحال زوين شوفوا اللون ديالو خطير. وعرفتوا يا البنات واحد ترطيب واحد ترطيب راه خديت منه تا راسي المهم صراحه عجزت نوض نجيبو. هذا البنات كيعطيكم ترطيب زائد كيعطيكم واحد اللون خفيف بزاف ديريه في الدار ولا ديريه خارجه ولا ماما ديريه تحت الماكياج ديالك. هانتوما شوفوا الباكاجين ديالو والشكل ديالو داير بحال لاكلاص زوين المهم تما بزاف ديال الحاجات. المهم ما عليناش البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى انه يكون عجبكم وعافاكم ما تديوش على حالتي ما تديوش على حالتي راه كنت نعسه كنت نصور لكم فيديو ما تديوش على شكاكتي عاسي ما سخيتش نقطع هذا الفيديو ما عرفت علاش. المهم يلا باي باي باش ما نعيقش بزاف عشان يجي فيديو طويل طويل طويل. السلام عليكم وتهلاو ليا فراسكم مع فيديو جديد.